اسمي عبد الله، ادرس بالمرحله الثانيه ثانوي. عندنا عائله كبيره، عائلتنا فيها تقريبا كل المراحل العمريه. اختي الكبيره اولى جامعه، وعندي اختين في المرحله المتوسطه، واخين في المرحله الابتدائي، وعندنا كمان اخو رضيع اسمه محمد. يعني باختصار عددنا 7، 3 اخوات و4 اخوان. وهذا اكثر حاجه معقده حياتنا، وكثرتنا هذه دائما نتدمر عليها ونتشائم ونبدا نتساءل ليش نحن كثيرين، وليش امي ما اكتفت انه يخلفوا هي وابوي عدد معين بس. كنا نتمنى انه يكون عددنا اقل من كذا، لانه الكثره هذه تخلينا مرات تنقص علينا بعض الاشياء. وما انكر انه كنت اتمنى من امي توقف انجاب الين اختنا اللي في المتوسط نهى. اما الاولاد الثلاثه كانوا مجرد اطفال مزعجين في بيتنا، فعليا كان وجودهم زياده عدد بعائلتنا. بس بعد الحادثه اللي صارت معانا غيرت رايي وخلتني احس بنعمه كل فرد موجود بعائلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود سكيت هنا. طبعا يا شباب كالعادة مقطع من السلسلة اللي قاعد ننزل لكم اياها بشهر رمضان المبارك، عاده والله علينا وعليكم بالخير. ولكن قبل ما نبدأ هذه القصة احب اقول لكم ان هذه القصة جدا مميزة وراح تخلي شعر جسمكم يوقف، فابغاكم تركزوا معايا وتستمتعوا بهذه القصة. ولكن قبل ابغى منكم الحين تنزلوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على زر اللايك اذا عجبكم هذا الفيديو، وكمان انا ابغى منكم تتصلون تقولون لي شكرا يا جود على المحتوى الجميل الرمضاني. يعني هذا اللي باقي بس، يعني لايك سبسكرايب ايش باقي؟ ايش طبعا انا اتوقع انه اكثركم من كثر ما يسمع كلمه لايك سبسكرايب شير صار اسمعها انه كذا، يعني كنا كلمه واحده كذا بس اسمعها هو زي كذا. ترى يا شباب لايك معناته في زر تحت شكله زي كذا تضغط عليه يخلي في لايك في المقطع، وسبسكرايب اللي هو الاشتراك انك تشترك بالقناه. انا داري من كثر ما نعيدها احنا اليوتيوبر صارت بالنسبه ليكم تسمعوا كذا لايك سبسكرايب لايك سبسكرايب شير، هذه تفيدنا احنا اليوتيوبر عشان نستمر لكم بالمحتوى واشياء زي كذا. انتوا عارفين كيف رمضان شهر الخير والغفران وشهر ولتس جو نكمل القصه. زي كل مره متعودين بعد ما نخلص اختباراتنا انه نجهز اغراضنا انا واهلي ونحطها بالسياره ونتجه للديره عشان نجلس هناك في بيت اقاربي. اول ما خلصنا الاختبارات النهائيه تحديدا في اخر يوم رجعنا للبيت وتجهزنا لسفرتنا للديره المعروفه في كل عطله. صلينا الظهر وتجهزنا وركبنا سياره ابوي الجيمس وانطلقنا باذن الله الى الديره. وطول الطريق ما يحتاج احكي لكم كميه الازعاج داخل السياره، لانه فعليا احنا كان مننا كثير، واخوي ايمن ويامن يجلسوا يتضاربوا مع بعض طول الوقت، الين واحد منهم يجلس يبكي وتسمعوا ازعاجه بالسياره، واخوي الرضيع لما نسمعهم يبكوا يجلس كمان هو يبكي. وهذا الموال تقريبا يصير معانا طوال الطريق، واللي يقهر اكثر ان ابويا عصبي ودمه حار، بالرغم هو اللي اختار يخلف كل هذول الاطفال، الا انه تذمر ويجلس يسب ويلعن اخواني وهو كاره تصرفاتهم. واحيانا اذا وصلت معاه للاخر يوقف السياره وينزل من السياره وياخذ عقاله ويضربهم بعنف ويكمل باقي الطريق بهدوء. هذا تقريبا روتين حياتنا المعتاد، ولكن لما وصلنا للديره كل شيء اختلف. وصلنا على غروب الشمس، واول ما وصلنا الديره نزلنا من السياره كل واحد راح بطريقه، اللي يركض متجه لبيت عمي واللي يروح لبيت جدي. حرفيا كنا ننتشر في بيت اقاربنا وما يشوفونا الا بوقت العشاء. اما عني كنت اتجه لبقاله يحيى ابو صاحبي اللي كان يشتغل هناك ويعتبر صديق للطفوله. دخلت البقاله وتوقعته مروق كالعاده، بس تفاجات لما شفت يحيى قاعد يتكلم مع شخص ويصرخ عليه. الشخص هذا كان ضخم مره ومظهر جدا غريب، ملابسه فعليا كلها معدومه ومليانه تراب كانه ما تنظف من شهر، وشعر لحيته كان كثيف جدا كانه ما قصه من سنتين. المهم انه المنظر كان جدا مقزز ومقرف وغريب الاطوار بالنسبه لي. بعدها خرج هذا الرجال من البقاله وصاحبي يحيى جلس يتنفس بصوت عالي ويتعود من الشيطان عشان يهدى. قرب منه وسالته وقلت له سلامات ايش صاير ومين هذا؟ قال لي يحيى هذا المجنون اللي دائما اقول لك عنه، اشغلني دائما يجي يطلب مني سلف وما يرجع لي، حتى اخر مره ما رجع لي المبلغ اللي عليه. هنا تذكرت قصه هذا المجنون اللي يحيى قد حكاني عنه من قبل، اللي عمره تقريبا 30 سنه وساكن هو واهله تقريبا بطرف الديره. كان هذا المجنون وعائلته يعتبر معزولين تماما عن اهالي الديره، بحجه انه هذا الشخص عنده خلل بعقله، واحيانا يسوي تصرفات غريبه ويبدو الاولاد ينقلوا له المجنون جاء المجنون جاء، فعشان كذا صار هذا الشخص منبوذ للديره باكملها. بعدها قعدت مع يحيى تاركته
تفاصيل حياتي ودراستي. بعدها أذن علينا العشاء، صلينا مع بعض العشاء، أنا اتجهت لبيت جدي ويحيى اتجه للبقالة. وأول ما دخلت بيت جدي شفت كمية فوضى مو طبيعية، بحكم إنه أقارب يدري إنه نحن جايين. اجتمعوا كلهم في بيت جدي وكان في عماني وعماتي وخيلاني، يعني ماني عارف كيف أعبر لكم كمية الإزعاج والفوضى والزحمة، يا دوب الواحد يقدر يشوف الثاني. لكن لما جاء وقت وجبة العشاء بدأنا نهدى، واتجهت للمغسلة عشان أغسل يدي وأروح أكل. صادفت أخوي يامن عند المغسلة وسألني وقال لي ماما تقول لك وين أخوك أيمن. رفعت حواجب باستغراب وقلت له ما كان معاي، وراح يامن ورجع لي بعد دقيقة وأنا أكل، قرب مني وجلس بين السفرة وحط فمه بأذني وهمس لي وقال لي ماما تقول لك دور عليه لأنه الكل موجود إلا هو. قلت له طيب وصرفته وكملت عشايا وفكرت ادور عليه بعد ما خلص اكل. وفعلا بعد ما تعشيت قمت غسلت يدي وخرجت لبرا عشان ادور عليه. ولما خرجت للحوش لقيت امي واقفه مع الاولاد اللي صاحبوا ايمن وقاعده تسالهم وين ايمن وتعطيهم مواصفات، والكل كان يقول لامي انه ما حد شافه. واول ما امي شافتني جات لعندي بسرعه وقالت لي يا عبد الله جيت وربي جابك، روح دور على اخوك ايمن، من لما وصلنا هو مختفي وما حد شافه. فعلا يا شباب خوف امي وشكلها وردت فعلها خلتني أخاف، على الرغم من أن أنا كنت واثق 100% أنه ممكن ألاقيه نايم في بيت عمي ولا قاعد يلعب بشيء مختفي، أو حتى أنه ممكن راح البقالة. كنت حاطط في بالي أماكن كثير ممكن يكون أيمن موجود فيها. وعشان خاطر أمي على طول انطلقت ورحت كل هذه الأماكن اللي كنت متوقع أن أخوي ممكن يكون فيها. وأخوي أيمن هذا عمره بس 11 سنة، صح أنه اجتماعي وحركي ولكنه يعتبر غبي وعقله صغير واللعب عليه بكل سهولة. وأنا قاعد أروح كل هذه الأماكن وأدور في أيمن بدأت الأفكار سوداوية تيجي في عقلي تاخذني لبعيد، قاعد اقول ممكن احد خطف اخوي. صرت اجاوب على نفسي واقول انه الواحد يدوب قاعد يصرف على نفسه عشان يخطف واحد ويصير يصرف عليه. فعليا يا شباب بديت اتجاهل هذه الافكار عشانها مستحيله، وتحديدا بهذا المكان اللي شبه نائي. ورجعت لبيت جدي وانا متوقع بانه محصلوه، لكن للاسف رجعت واشوف الكل ينتظر مني ان انا اجيبه معاي. ولما امي شافتني جيت بدون ايمن بدات تطالع فيني وتصرخ وتقول وين ايمن. وبهذا المشهد تحديدا عرفنا انه ايمن مفقود، بالذات انه من العصر العشاء ما شفناه. تحول بيت جدي لحالة استنفار، بدوا عماتي ياخذوا الجوالات واتصلوا على الجيران يوصفوا لهم انه عندنا ولد مفقود ويعطوهم شكله ومواصفاته. وبدينا لمدة طويلة نسوي هذا الشيء، مرت 4 ساعات واحنا بهذا الحال. اختفى ايمن بالرغم انه كان قبل ساعات بسيطة تحت عيوننا. بدأت امي على طول تلوم ابوي، وابوي قاعد يلوم اخواتي، واخواتي يلوموني باني الكبير والشخص العاقل اللي كان لازم يهتم باخوان الصغار. راح ابوي واحد من اعمامي لمركز شرطة كان يقرب من ديرتنا 20 كيلومتر تقريبا، وهناك بلغوا انه ايمن رسميا مفقود. صارت الساعة 1 وللحين ما رجع. بالنسبة لي في هذه اللحظة حسيت بشعور غريب وكأنه شيء نقص مني. بدأت استرجع ذكرياتنا ومواقفي مع ايمن، صح انه كان اخوه يتضارب معايا ومشاغب، لكن فعليا كنت جدا احب وجوده في عائلتنا واحب حسه الكوميدي يلي يخلينا دائما نضحك، كان يغير لنا مودنا. فعليا كان حتى حنون وطيب لدرجه لما كنت ارجع من دوامي كان على طول يجي لين عندي يمسج لي رجولي. هذيك اللحظه بالنسبه لي كانت اول مره بحياتي احس بشعور الفقد. ندمت وعرفت اهميته قديش انه شخص مهم، وجوده بيننا له معنى. وما فيكم وانا قاعد اتكلم نزلت مني دمعه حاره على خدي وصرت ادعي انه يرجع لنا باقرب وقت. ولما رجعوا ابوي وعمي من مركز الشرطه، نزل عمي من السياره ودخل البيت، ولكن ابوي كان جالس بالسياره. فهذه اللحظه من بعيد قعدت أطالع وشفت أن أبوي داخل السيارة، قربت منه لقيت أبوي لاف الشماغ ومنزل راسه وكان قاعد يبكي بصوت عالي وحرقة. ولأول مرة تقريبا بحياتي كنت أشوف أبوي الشهم الصلب يبكي بهذه الطريقة. اتجهت للمقعد الثاني وجلست فيه وجلست أراقبه وهو يبكي، وكنت أتساءل بيني وبين نفسي كيف هذا الشخص العصبي اللي كان مرات يضربنا ويدعي علينا بالموت قاعد يبكي كأنه طفل. اندهش من الموقف وأبوي فجأة قاعد يقول لي وهو صوته باكي وندمان لو أخوك أيمن صار في شيء يا عبد الله أنا ما راح أسامح نفسي. ما احتجت أسأله أي سؤال إلا فجأة بدأ يفضفض لي ويقول كل الكلام اللي في قلبه، وقاعد يقول أنا سبب اختفائه. لأنه أول ما وصلنا كلكم خرجتوا من السيارة إلا هو، وفجأة لما صحيته جلس يستفرغ الله يكرمكم، استفرغ بسيارتي وعدم لي المقاعد، وصرت أسبه زي كل مرة وجلدته بكل طاقتي، ضربته بوجهه لدرجة إنه وجهه صار مليان دم. بعدها خرج من السيارة وقاعد يبكي ومشي وهو خايف مني. طالعت بيدي اللي كان كلها دم
وهنا عرفت اني خدشت وجهه بالخاتم اللي كنت لابسه. فعليا يا شباب هنا اظلمت الدنيا بعيني، وكنت متوقع انه في احد خطف اخوي او انه ضاع او تاه بالطريق. لكن بعد ما سمعت هذا الموقف عرفت انه ايمن هرب لمكان بعيد او ممكن ضر نفسه او يكون متخبي في مكان وما يبغانا نشوف. صارت الساعه 3 وللحين ايمن ما له حس. امي انهارت وصارت كل فتره تغيب عن الوعي، وابوي جالس يصرخ ويلوم نفسه ويبكي بصمت، واخواتي واهلي بحاله هلع وصراخ وخوف. اما انا خرجت وبدأت ادور اخويا زياده في كل مكان، رحت كل البيوت ودقدقتها وجلست اوريهم صورته واقول لهم هذا اخوي مختفي، حتى رحت عند الاماكن والمزارع المهجوره لعل وعسى ان يكون متخبي هناك ونايم. فعليا كل محاولاتي فشلت، ورجعت للبقاله عند صاحبي يحيى عشان افضفض له. طبعا يحيى كان يدري باللي صار بكل التفاصيل بحكم انه ديرتنا كانت صغيره وتنتشر فيها الاخبار بسرعه. بدا يواسيني ويقول لي ان شاء الله الشرطه ما راح يجي الصباح الا وهي ملاقي اخوك. ولما شافني سرحان بخيالي بدا يسالني ويقول لي في شيء مضايق تاني غير هذا الموضوع، بالرغم من اني يا شباب وعدت نفسي اني ما اقول لحد هذا الموضوع، لان الشرطه لو عرفوا راح يحاسبوا ابويا ويكون متهم رئيسي في اختفاء اخوي ايمن. ولكن بلحظه ضعف وتعب قلت له كل حاجه اللي سواها ابوي مع ايمن، وجلس يضربه لدرجه انه خدش وجهه ونزف دم واكيد انقهر وراح وضر نفسه. وعلى طول يحيى قال كنت احاول ارفع معنويات صاحبي عبد الله، حاولت اني قدر المستطاع اني اخليه يرجع بيت يرتاح او ينام له ساعتين، لانه فعليا كان من العشاء هو تايه يدور على اخوه بين البيوت والقرى. سمع كلامي وخرج عبد الله من البقاله وراح على اساس يرتاح، وعلى طول انا خرجت وراه عشان اقفل البقاله، الا فجاه جاني المجنون ابو جعفر، وهذا اخر شخص كنت اتمناه انه يطلع بنهايه يومي، بالرغم من انه صاحي تقريبا 50% من عقله و 50% ما كانت موجوده معانا، وكلامي مع ابو جعفر دائما متعب وما يوصلنا لاي نتيجه. قلت له يلا امشي لاني بقفل البقاله وخلص دوامي، وصار يمسك في الباب ويحاول يدخل داخل البقاله ويقول لي اصبر دقيقه، وكان وقتها جلس يتعتع بالكلام ويقول لي انه زوجتي انخدشت بوجهها وتبغى لصق جروح. صراحه انا كنت احاول اني اكون قاسي معاه ولكن تعاطفت مع كلامه، وبالاخير دائما انا لما نتهاوش معاه للحساب وهذه الاشياء اعطيه في الاخير اللي يبغاه، وفعلا وقتها رجعت للبقاله اعطيته اللصق جروح وحطيته بيده، وكانت رده فعل ابو جعفر غريبه، جلس فرحان ومبسوط كانه طفل. ضحكت على رده فعله الطفوليه وقفلت الباب وخرجت وراه. ومن هنا مر يومين على اختفاء ايمن، وبدأت الشرطة تسوي جولات تفتيشية وتحقيقات لعل وعسى يلاقون طرف خيط يوصلهم لأيمن. أما بالنسبة لعبد الله وعائلته كانوا يمرون بحالة إحباط جدا شديدة، تقريبا تقدر تقول انقلبت حياتهم 180 درجة. أما بالنسبة لي كنت على روتيني المعتاد، كل يوم أروح أفتح البقالة لين الساعة 12 في الليل وأقفلها وأرجع بيتي، إلا هذاك اليوم اللي فكرت فيه إنه اليوم اللي بعده راح يجوني الشركات اللي نزلوا لي بضائع جديدة للبقالة، فأخذت كيس وقمت أجمع فيه الخضروات اللي فريزر اللي قربت تتعفن، يعني هي تعتبر صالحه للاكل بس بدامها بتوصل كميه طازجه المشتري مستحيل انه يلتفت لهذه الخضروات. فالشيء السري اللي اعتبره عمل صالح لوجه الله اني كنت اجمع هذه الخضروات والفواكه اللي قربت تتعفن واروح لين بيت ابو جعفر المجنون واحطه عند الباب وادق الباب واروح، لاني فعليا كنت انا اكثر واحد اعرف ظروف هذا الانسان. ولاحظت كمان انه له فتره مختفي ما كان يجيني البقاله، فتوقعت انه منحرج من كثر الطلبات اللي كان يطلبها مني وما يحاسبني. فلما حطيت الكيس عند باب بيته حاولت ادق الجرس، لكن اكتشفت ان الباب كان مفتوح، وهنا عرفت انه ممكن نسي يقفل باب بيته. استغربت وقلت بنفسي معقول انه نسي يقفل باب بيته بالليل، بس فعليا تذكرت انه من جد انه هذا الشخص ما كان صاحي. حطيت الاكياس جنب الباب، ولما رفعت عيني لقيت حبل الغسيل ممتد على طوال الحوش وكانوا ناشرين فيه ملابس كثير، ومن بين هذه الملابس لفت انتباهي تيشيرت نادي الاتحاد اللي كان مقاسه جدا صغير مقارنه بمقاس ابو جعفر، يعني التيشيرت هذا كان لطفل تقريبا عمره من 10 ل 9 سنوات. واللي اعرفه ان ابو جعفر ربنا ما رزقه باطفال فكيف عنده هذا التيشيرت. خرجت من البيت وقفلت الباب باحكام، وانا ماشي فجاه حسيت انه في لمبه اشتغلت براسي، لصق الجروح اللي طلبه مني ابو جعفر وتيشيرت الطفل اللي معلق وموجود في بيته. هذه التفاصيل زي الساعقه جت بعقلي وتذكرت الطفل المفقود اخو عبد الله، لانه عبد الله لما جاء عند البقاله قال لي ان اخوه كان مضروب من ابوه وجهه مخدوش وفي دم، كان الربط غريب بس احتمال يكون صائب. رجعت من بيت ابو جعفر ودقيت على عبد الله، وبعد دقائق رد علي عبد الله، سالته اخوك يوم ما ضاع ايش كان لابس. بعد ما استوعب عبد الله سؤالي لانه صحي من نومه رد علي وقال لي اعتقد انه كان لابس تيشيرت الاتحاد.
على طول في هذه اللحظه بلغته اني اعرف مكان ايمن، وانه يجي هو وابوه واعمامه لبيت ابو جعفر المجنون. وهنا تاكدت انه ابو جعفر المجنون هو الخاطف. بس يا ترى ايش السبب اللي خلاه يخطف ايمن؟ كان فعليا هذا السؤال محيرني، ولكن ما كان في وقت للحير. رجعت لبيت ابو جعفر وصرت اناديه باعلى صوتي عشان يسمعني ويخرج، لكن ما لقيت اي استجابه منه. وصار الشيء يا شباب اللي يدور في بالكم، ابو جعفر هرب من البيت. على طول بلغنا الشرطه بكل الاحداث هذه اللي صارت معايا، وهنا الشرطه تولت عمليه البحث عن ايمن، وصاروا يبحثوا عنه في كل مكان. وبكذا يا شباب رجع الامل لعبد الله وعائلته بانه فقيدهم ايمن راح يلاقوه، خلاص عرفوا طرف الخيط. ودام الموضوع يا شباب وصل للشرطة والبحث الجنائي وصار في متهم، ما كانت إلا ساعات وألقوا القبض على أبو جعفر المجنون وسألوه عن سبب ارتكامه لهذه الجريمة البشعة. قال بكل بساطة لأني محروم من الأطفال. صراحة بالنسبة لي أنا توقعت هذا السبب وهذا الرد بحكم أن أبو جعفر له تقريبا 12 سنة عايش مع زوجته وربنا ما رزقه بأولاد، فكان عنده حب وهوس كبير لأي طفل كان يشوفه في الديرة. حتى في هذيك اللحظة تذكرت أن أبو جعفر كان لما يشوف أطفال في الديرة يحاول يستلطفهم وياخذ ويعطي معاهم، بس كانوا الأطفال هذول يخافوا منه ويقولوا له مجنون ويهربوا منه. وذكر كمان ابو جعفر تحديدا يوم الحادث انه انتبه وقتها على الولد المفقود ايمن وكان الدم يسيل من وجهه، فحزن عليه في هذاك الوقت المجنون واخذ هذا ايمن الى بيته. وما كانت جريمه اختطاف وما كانت نواياه سيئه، يعني كان بس يبغى يساعده، ولكن هل نقص عقل ابو جعفر هذا يعفيه انه متلبس في جريمه اختطاف؟ وانتم ايش رايكم؟ هل تشوفون ان ابو جعفر يستحق انه يتعاقب بجريمه اختطاف ايمن وهو كانت نيته بس انه ياخذه ويعالجه ويربيه عنده، او لا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وبكذا يا شباب وصلنا لنهاية القصة. اذا عجبتكم هذه القصة لا تبخلوا علي وانزلوا الحين تحت، اشتركوا بالقناة وزر اللايك زي ما قلنا. انا عارف انتم كيف تسمعوا هذه، لما نقول لايك سبسكرايب شير تسمعوا ذكر، انا عارف تسمعوا بهذه الطريقة، ولا لايك يعني تسوي لايك اذا عجبك المقطع، سبسكرايب تشترك بالقناة. يعطيكم الف عافية على المشاهدة، وان شاء الله المقاطع الجاية تكون افضل وافضل، وان شاء الله السيت اب نال على رضاكم، لان في الحلقة اللي سابقة ما قلت لكم اذا السيت اب هذا عجبكم ولا لا. اما السيت اب كذا محققين وجرائم واشياء زي كذا، وهذه الوان ترى مو دم ولا اي حاجه، بس عشان يوتيوب ان شاء الله ما يبلعني علامه صفر. بس بنشوفكم في مقاطع تانيه، مع السلامه.